اسم الله الأعظم هو الاسم الذي إذا دعي به أجاب وإذا سئل به أعطى، وهو الذي قد دعا به الذي عنده علم من الكتاب. فإن سليمان عليه الصلاة والسلام لما علم بأن بلقيس وقومها يسجدون الشمس من دون الله قال: أيكم يأتيني بعرشها قبل أن يأتوني مسلمين؟ قال: عفريت من الجن يقال إنه كالجبل في حجمه وضخامته، أنا آتيك به قبل أن تقوم من مقامك. وكان سليمان يجلس في مقامه يعني بضع ساعات، فكان هذا العفريت يريد أن يحمله ويأتي به قبل أن يقوم من مقامه. وإني عليه لقوي أمين. قال: الذي عنده علم من الكتاب أنا آتيك به قبل أن يرتد إليك طرفك، يعني في لمحة بصر. هذا الذي عنده علم من الكتاب هو رجل صالح من الإنس، كان يعرف اسم الله الأعظم، فدعا الله باسمه الأعظم فحملته الملائكة، وهذا يدل على أن الملائكة أقوى من الجن، حملته الملائكة في لحظة وأتت به. وهذا أصح ما قيل في تفسير هذه الآية. فهذا الرجل كان يعرف اسم الله الأعظم وكان محتفظا به، فدعا الله باسمه الأعظم. ما هو اسم الله الأعظم؟ اختلف في ذلك اختلافا كثيرا. الشيخ محمد بن عثيمين رحمه الله فيما نقل عنه في هذه الفائدة جزم بأنه الحي القيوم، وهو أيضا رأي الإمام ابن تيمية وابن القيم رحمهم الله تعالى جميعا، ابن تيمية وابن القيم وابن عثيمين كلهم يرون أن اسم الله الأعظم هو الحي القيوم. ومستندهم في ذلك أن هذين الاسمين ترجع إليهما جميع الأسماء، فالحي هو الحي الكامل في حياته، حياة لم يسبقها عدم ولا يلحقها زوال، وترجع إليه جميع الصفات الذاتية. والقيوم الذي قام بنفسه فاستغنى عن غيره، والقائم أيضا على غيره، فكل شيء سواه مفتقر إليه. وترجع إلى هذا الاسم جميع الصفات الفعلية. قالوا: فجميع الصفات الذاتية والفعلية ترجع لها إلى هذين الاسمين. هذا أحد أقوال أهل العلم في المسألة. القول الثاني أن اسم الله الأعظم هو الوارد في حديث بريدة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم سمع رجلا يقول: اللهم إني أسألك بأنك أنت الله لا إله إلا أنت الأحد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: لقد سأل الله باسمه الأعظم الذي إذا سئل به أعطى وإذا دعي به أجاب. وهذا الحديث أخرجه أبو داود والترمذي والنسائي وابن ماجه وأحمد، وسنده صحيح على شرط الشيخين، وهو أقوى ما ورد في اسم الله الأعظم. القول الثالث أن اسم الله الأعظم هو ما ورد في حديث أنس رضي الله عنه قال: دخل النبي صلى الله عليه وسلم المسجد ورجل قد صلى وهو يدعو ويقول: اللهم لا إله إلا أنت المنان بديع السماوات والأرض، اللهم لا إله إلا أنت المنان بديع السماوات والأرض الجلال والإكرام. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: لقد دعا الله باسمه الأعظم الذي به أجاب وإذا سئل به أعطى. هذا الحديث أخرجه الترمذي وقال: حديث غريب، فسنده عند الترمذي ضعيف، لكن أخرجه النسائي وأحمد بسند حسن، فيبقى هذا الحديث أيضا محفوظا. القول الرابع أن
اسم الله الأعظم هو كلمة التوحيد. واستدلوا بأن هذا هو القاسم المشترك بين جميع الأحاديث الواردة في اسم الله الأعظم، ومنها الحديثان السابقان، وأيضا حديث أسماء بنت يزيد رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال اسم الله الأعظم في هاتين الآيتين: الله لا إله إلا هو الحي القيوم، وألف لام ميم الله لا إله إلا هو الحي القيوم. لكن هذا الحديث ضعيف، أخرجه أحمد والترمذي وهو حديث ضعيف. والذي يظهر أن هذه الأقوال متقاربة، وأن اسم الله الأعظم أرجى ما يكون إما الحي القيوم أو أنت الله لا أو الله لا إله إلا هو الحي، اللهم أنت الله لا إله إلا أنت الأحد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن لك كفوا أحد، أو اللهم أنت الله لا إله إلا أنت المنان بديع السماوات والأرض ذو الجلال والإكرام. فيظهر أنه منحصر بين هذه الثلاثة، ويأتي بها المسلم كلها ويكون قد أتى باسم الله الأعظم. وكثير من المفسرين لما ذكروا آية قال الذي عنده علم من الكتاب قالوا دعا الله باسمه الأعظم فقال اللهم أنت إلهي وإله كل شيء، إله واحدا لا إله إلا أنت، ائتني بعرشها، يعني دعا الله بكلمة التوحيد. فاسم الله الأعظم دائر بين كلمة التوحيد والحي القيوم وذو الجلال والإكرام، كلمة التوحيد لا إله إلا أنت والحي القيوم وذو الجلال والإكرام. لاحظ أن كل الأحاديث والوارد فيها يدور حول هذه، فإذا جمع الإنسان بينها يرجى أن يكون قد أتى باسم الله الأعظم. يقول اللهم أنت الله لا إله إلا أنت الأحد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد، المنان بديع السماوات والأرض الجلال والإكرام، الحي القيوم. ثم يسأل الله تعالى، يكون بهذا قد أتى بأرجى ما يكون لاسم الله الأعظم الذي إذا دعي به أجاب وإذا سئل به أعطى. والأقرب من حيث الصناعة الحديثية هو حديث بريدة، لأن حديث بريدة سنده صحيح على شرط الشيخين: اللهم أنت الله لا إله إلا أنت الأحد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. والقول بأن اسم الله الأعظم كلمة التوحيد قول قوي، لأنها هي القاسم المشترك بين جميع ما روي، جميع ما روي. وأما من جهة المعنى فالقول بأن الحي قيوم أيضا قوي، من جهة أن جميع الأسماء والصفات ترجع إلى هذين الاسمين. هذا هو التحقيق في اسم الله الأعظم.